كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اعتبارا من يوم الغد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعت الأرصاد أن تسقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية. يصاحب ذلك انخفاض في درجة الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أستاذ محمود بعد التحية، إلى أي مدى هناك حالة من عدم الاستقرار، أو دكتور محمود عفوا، إلى أي مدى هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس؟ أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. كما نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفقا للبيان اللي أصدرته الهيئة من 48 ساعة أن في حالة من عدم الاستقرار هتشهدها البلاد اعتبارا من مساء اليوم الثلاث، ولكن هي تعتبر ايام الاربع والخميس والجمعه، لان مساء اليوم النهارده هتاثر على السلوم ومطروح فقط، ولكن اعتبارا من يوم الاربع منذ الساعات الاولى من الصباح سوف تشهد كل سواحلنا الشماليه امطار غزيره ومحافظات شمال الوجه. طبعا السلوم، مطروح، سيدي عبد الرحمن، اسكندريه، بلطيم، رشيد، بورسعيد، الاهليه وكفر الشيخ والبحيره، كل هذه المحافظات سوف تتعرض لسقوط أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من الصباح يوم الأربعاء، وهتستمر معنا هذه الحالة خلال الـ 48 ساعة أربعاء وخميس، وهتكون الأمطار متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري وتمتد إلى القاهرة، وهتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة أحيانا على مناطق من محافظات شمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف والمنيا. نعم. يصاحب طبعا هذه الأمطار نشاط رياح هيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة اللي هي بالفعل هتنخفض عن المعدلات بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية. نعم، نصيحة حضرتك بالنسبة للجميع ما هي؟ طبعا مهم جدا الابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، القيادة بهدوء تام على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، أيضا للتحكم في عجلة القيادة بقدر الإمكان. المحافظات أو المناطق اللي هيكون فيها أمطار غزيرة يفضل عدم التواجد والتركل في الشوارع بقدر الإمكان أثناء تجمع كميات الأمطار. بالنسبة طبعا لانخفاض درجات الحرارة، فالمتواجدين خارج المنازل في الساعات المتأخرة من الليل أو في الساعات الأولى من الصباح وبتضطرهم أعمالهم لذلك، هيكون طبعا مصطحبين جاكيت ولا حاجة بحيث أن انخفاض درجات الحرارة. يعني التوقعات لدرجات الحرارة ستكون تقريبا، يعني ما هي درجة الحرارة؟ هي درجة الحرارة العظمى بتتراوح ما بين 19 و 21 درجة، ولكن أنا بتكلم دايما على الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح اللي بتنخفض فيها درجة الحرارة وتتراوح ما بين 13 و15 درجة مئوية. نعم، دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.